السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومكم سعيد أعزائي الطلبة حان موعد درس الكيمياء لهذا اليوم ندعوكم من مدرسة أورينت الافتراضية لمتابعتنا وأرجو من الله تعالى بأن يوفقني لأطرح الأفكار بأسلوب ممتع لتصلوا إلى الفائدة المرجوة من هذا الدرس أعزائي الطلبة سنبدأ اليوم في فقرة صدأ الحديد في الوحدة الثالثة درسنا عملية استخلاص الحديد تصنيع الفولاذ من الحديد اليوم سنتحدث عن أهم ميزة في الحديد وخصوصا أنه يستخدم في الصناعات المختلفة والتي يمكن أن تسبب أضرار مادية كبيرة هي صدأ الحديد قبل أن ننتقل للحديث عن صدأ الحديد سأذكركم بخطوات استخلاص الحديد في الفرن العالي لأني ذكرت الطريقة بالتفصيل ولكني لم أذكر الطريقة بالمعادلات في المرحلة الأولى كانت هي حرق فحم الكوك بالأكسجين وذلك عند درجة 1900 درجة سلسيوس فينطلق ثاني الكربون في المرحله الثانيه غاز اكسيد الكربون نفسه سيتفاعل مع فحم الكوك ليعطي اول اكسيد الكربون في المرحله الثالثه اول اكسيد الكربون سوف يقوم باختزال اكسيد الحديد الثلاثي وبالتالي سوف يتشكل غاز اكسيد الكربون ونحصل على الحديد النقي كمصهور والذي سنحصل عليه من الصنبور السفلي ما هي فائده الحجر الجيري وهو كربونات الكالسيوم كربونات الكالسيوم سوف يعطيني بالتسخين اكسيد الكالسيوم وينطلق ثاني اكسيد الكربون اكسيد الكالسيوم او الصلب سوف يتفاعل مع الرمل وهو ثاني اكسيد السيليكون وسوف يعطيني سيليكات الكالسيوم وهي ماده الخبز التي تكون التي تطفو على وجه الحديد المصهور ونحصل عليها من الصنبور العلوي كما وجدنا سابقا وتستخدم مادة الخبز في أساسات الطرق عدنا إلى صدى الحديد عندما نضع أي قطعة حديد ملامسة للهواء الجوي أو عندما تكون ضمن جو رطب أو يحتوي على ماء سنلاحظ ظهور مادة بنية محمرة كما أنها سوف تكون هشة هذه الطبقة سوف تكون هشة نوعا ما وسوف تؤدي إلى الحديد تدريجيا ما هو صدأ الحديد؟ صدأ الحديد هو عملية أكسدة للحديد حيث أن الحديد سوف يتفاعل مع الأكسجين والماء وسوف يعطيه أكسيد حديديك مميّأ أكسيد حديديك مميأ، أكسيد نسبة لوجود الأكسجين، حديديك لأن حالة الأكسج-الحديد هنا ثلاثية، مميأ أي أنه يحتوي على جزيئات ماء ضمنه، إذا صدأ الحديد وتفاعل الحديد مع الأكسجين مع الماء ليعطيني أكسيد حديديك المميأ. يسمى تفاعل صدأ الحديد بتفاعل اكسده تفاعل أخسدة من اين جاءت هذه التسميه تفاعل أخسدة هو نفسه اختصار لجمله اختزال اكسده اختزال اكسده من اين اتت هذه الجمله الحديد في هذه المعادله كان عباره عن فلز نقي وليس ايوني وبالتالي تحول إلى إيون ثلاثي أي أنه حدثت له عملية أكسدة عدد أكسد الحديد هنا صفر بينما هنا عدد أكسد الحديد هو ثلاثة إيجابي وبالتالي زاد عدد أكسدته وحصلت له عملية أكسدة ويحصل على ثلاث الكترونات ليتعدل حصلت عملية أكسدة للحديد بينما الأكسجين الأكسجين في بداية التفاعل كانت حالة أكسد... كان عدد أكسدته صفر لأنه كان أكسجين ذري بينما نتج عن تفاعل الأكسجين أيون الأكسجين الثنائي الشحنة السالبة أي أنها نقص عدد أكسدته من صفر إلى ناقص اثنين فحدث له عملية اختزال عدد حدث عملية أكسدة للحديد وعملية اختزال للأكسجين كنا نسميها في المنهاج السوري بعملية إرجاع أي أنها عملية أكسدة وإرجاع أكسدة للحديد وإرجاع للأكسجين الآن جملة اختزال أكسدة تم اختصارها بتفاعل أكسدة للحديد وهو صدى الحديد لدينا هنا أربعة أنابيب الأنبوب الأول يحتوي على هواء وماء ومسامير من الحديد الأنبوب الثاني لا يوجد فيه ماء ويوجد قطعة قطن مبللة بكلوريد الكالسيوم ومسامير من الحديد الأنبوب الثالث يوجد فيه ماء صنبور مغلي ومسامير من الحديد والأنبوبين الثاني والثالث مغطيان بشكل محكم بحيث لا يدخل لهما هواء الأنبوب الأخير لا يوجد فيه هواء وماء وإنما مملوء بالزيت ومسامير الحديد في أي من الأنابيب الأربعة سوف يتعرض الحديد للصدأ لنفكر جيدا ما رأيكم أعزائي الطلبة؟ أحسنتم بالتأكيد إنه الأنبوب الأول لأن أكسدة الحديد عفوا صدأ الحديد يحتاج إلى هواء وماء وهنا تحققت الشروط اللازمة لأخسدة الحديد بينما هنا لا يوجد ماء وأيضا لا يوجد هواء وهنا قطعة قطن مبللة بكلوريد الكالسيوم ليمتص الرطوبة فلا يحدث صدأ للمسامير هنا ماء الصنبور صحيح أنه ماء ولكنه مغلي أي أنه أي أنه لا يحتوي على هواء وبالتالي فلا يوجد هواء وماء فلا يحدث صدأ يوجد ماء ولا يوجد هواء فلا يحدث صدأ هنا الزيت يمنع دخول الهواء والماء الى المسامير وبالتالي لن يحدث صدأ فالصدأ سوف يحدث للحديد في الانبوب الاول فقط سأريكم فيديو بسيط عن صدأ الحديد بعد قليل خذ مجموعتين من المسامير المتشابهه اللامعه وضع كل مجموعه على ورقه بيضاء بلل احدى المجموعتين بالماء واترك الاخرى جافه تلاحظ بعد مرور عده ايام ان المسامير المبلله اصابها الصدا حيث تكونت على سطحها ماده جديده لونها بني يميل الى الحمره وانها اصبحت سهله التفتت وفقدت قدرتها على توصيل الكهرباء في حين أن المسامير الجافة لا تزال محتفظة بلمعانها وخواصها، ومن هنا نستنتج أن صدأ الحديد هو تغير كيميائي يحدث بفعل الرطوبة، وينتج الصدأ كذلك عند تفاعل الحديد مع الأكسجين، فيتكون أكسيد الحديد. مراجعة سريعة لما مر معنا بالنسبة لدرس الحديد يتم استخلاص الحديد في الفرن العالي المواد الخام هي خام الحديد فحم الكوك الحجر الجيري والهواء الساخن يستخلص باختزال أكسيد الحديديك بأول أكسيد الكربون وتزال شوائب ثاني أكسيد السيليكون أي الرمل بالتفاعل مع أكسيد الكالسيوم من الحجر الجيري لإنتاج الخبز يستخدم الحديد في صناعة الفولاذ. يصنع من الحديد غير النقي في الفرن العالي تنتزع الشوائب بالأكسجين وأكسيد الكالسيوم وتضاف كميات محددة من الكربون وعناصر أخرى أعزائي يعد صدأ الحديد هو من الأمور الـ سيئة نوعا ما حيث أنه يكلف الناس ملايين الدينارات كل عام فتجب حماية الحديد من الهواء الذي يحتوي على الأكسجين وبخار ماء لمنع الصدأ كيف تتحقق تلك الحماية؟ تتحقق تلك الحماية إما بطلاء أو بتغطية السطح بطبقة رقيقة واقية من الفلز أو البلاستيك أو بطبقة رقيقة من الشحام أو الزيت. في العادة يتم طلاء الحديد أو الفولاذ بالطلاءات الفلزية والطلاءات الفلزية الأكثر شيوعا هي الخارصين في في التي يستخدم في جلفنة الجسور أو السفن الخارصين يستخدم أكثر نوعاً ما لصناديق القمامة والجرادل في جلفتها جلفنتها أما القصدير فيستخدم في طلاء عواد حفظ الأغذية كما تستخدم طبقات رقيقة من الشحم أو الزيت لحماية الحديد والفولاذ في الأجزاء المتحركة مثل الآلات سلاسل الدراجات أما بالنسبة لأنابيب الحديد والفولاذ التي تدفن في التربة التي تستخدم تحت سطح التربة فيستخدم طريقة أو عملية تسمى بعملية حماية بالتضحية حيث يدفع معها كتل من فلز المغنيسيوم وبما أن المغنيسيوم هو أكثر فاعلية من الحديد فهو الذي يتفاعل أولا وعندما يستهلك المغنيسيوم بشكل كامل تضاف كتل أخرى إلى الموضع نفسه وتوصل بأنابيب الحديد والفولاذ. السؤال هنا يقول لماذا يجلفن الحديد؟ لماذا يجلفن الحديد؟ بالطبع يجلفن الحديد لمنع صدأ الحديد أو أخسدة الحديد ما الفلز المستخدم في الجلفنة؟ في الطلاءات الفلزية الأكثر شيوعا هو الخارصين كما يستخدم أيضا القصدير ما الشرطين ضروريين لحدوث الصدأ؟ أحسنتم هو توافر الأكسجين والماء كيف نحمي الأجزاء المتحركة من الصدأ؟ هل هو الطلاء الفلزي؟ بالطبع لا الطلاءات الفلزية نستخدمها في حالة الجسور والسفن وصناديق القمامة والجراتل وفي حفظ الأغذية بينما في حفظ الأجزاء المتحركة سوف نستخدم طبقات رقيقة من الشحم أو الزيت كيف نحمي الأجسام الكبيرة من الصدأ؟ نستخدم الطلاء تطلع مصادمات السيارة كهربائيا لحمايتها من الصدأ فما الفلز الجذاب المستخدم؟ سأترك لكم هذا السؤال أعزائي الطلبة لتجيبوا عليه بمفردكم وألقاكم في درس جديد أعزائي الطلبة شكرا لحسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وإلى اللقاء في درس قادم